مين مننا ما زار الحارات والبيوت الدمشقية وتعلق بكل تفاصيلها ورجع زارها مرة واثنين وثلاثة؟ نحن وأنتم اليوم رح نزور واحدة من البيوت الدمشقية، بيت 8 اللي تحول لاستثمار اقتصادي وسياحي. البيوت الدمشقية لمشاريع استثمارية قدرت تجذب السياح ورؤوس الأموال، وبيت زمان هو واحد من البيوت الدمشقية اللي بدأ ترميمه كفندق بعام 2005 وانتهى بعام 2008 ليستقبل بعدها أولى زواره جروب سياحي من جامعة هارفارد. بمجرد دخولك لفندق بيت زمان رح يلفت نظرك النوافير والبلاط الجرانيتي يلي عمره ما يقارب ل 300 عام، وبتعكس ثقافة دمشق القديمة بالإضافة لسحر الماضي. زيارة خاصة لأوتيل بيت زمان اللي يعتبر من أعرق الفنادق بالشام القديمة، خبرينا عن خصوصية هذا المكان. بيت زمان يعتبر من ضمن البوتيك هوتيل، واحد من الأوتيلات اللي بالشام القديمة، أخذ طابع البيت الشامي القديم، يعني أي حدا بيجي بيقعد ببيت زمان بيحس حاله إنه هو فعلاً ببيت شامي. يعني البحرة مثل ما أنا شايفين، الديزاين كله، حتى الغرف حاولنا نحافظ قدر المستطاع على الأورينتال فرنيتشر، يعني اللي بيجي بضل بيحس حاله انه هو ببيت شامي، بيحس حاله بالشام. هذا اللي بيميزه عن غير اوتيلات اللي بتحسي حالك انت باي لحظه ممكن تنزلي باي اوتيل باي مكان. وهي خصوصية هي الاوتيلات الموجوده مثل ما كنا عم نحكي بالشام القديمه، انه هي فعلا بتعكس التراث الدمشق وعراقته بكل التفاصيل الموجوده فيه واللي حاولتوا تحافظوا عليها حتى بمرحله الترميم ومن وقت ما نقلتوا من بيت دمشقي لحتى يصير بوتيك هوتيل. خلينا نحكي عن مرحله الترميم، شو هي الاضافات يلي زدناها على البيت لحتى يصير من الاوتيلات العريقه بالشام القديمه. هلا اكيد كاي اوتيل بهم يوفر وسائل الراحه للجيست اللي هم النزلاء الموجودين عندنا، فهذا الشيء خلانا نحن نضيف الايسيات اللي هي اكيد ما كانت موجوده بالبيوت العربيه سابقا. ممكن مثلا كاناره ما كانت بهي التفاصيل موجوده. حاولنا مثل ما سبق وقلت لك قبل شوي، خلينا انه الاثاث اللي هو الفرنتشر بعده على مثل ما هو عليه الشيء الشامي القديم، يعني في الروح الشاميه خلينا نقول. هاد كان 4 بيوت عربية سابقاً قبل ما يصير أوتيل، فندمجوا مع بعض بطريقة مثل ما لاحظتوا فيها فن، فيها إبداع، لحتى تضل في هاي اللمسة اللي نحن بدنا إياها، نحن بدنا نضيفها على الأوتيل. طب خلينا نحكي أكثر عن أقسام الأوتيل، بما أنه أساساً هو محافظ على توزيع البيوت الدمشقية اللي كانت قديمة موجودة، كيف رجعنا قسمناها بطريقة تانية لحتى تصير تخدم فكرة الأوتيل؟ تمام، هلأ أكيد عنا هون نحن التقسيمات كانت مثل ما يعني عندنا شيء اسمه بيت اول، بيت ثاني، بيت ثالث، بيت رابع، لانه هن كانوا 4 بيوت مثل ما قلت لك. في عندنا باحتين وفي عندنا بحرتين. تمام، في باحتين وفي باحتات صغيره. البحرتين الكاملين هن هون والبيت الاول. في غرف ارضيه اللي بيحب يفيق الصبح يشرب قهوه تحت البحره، في غرف طابق اول بيحب مثلا يفيق يفتح الشباك يشوف شمس الشام القديمة، يشوف ضوء البحر، ضوء الشمس عاكس على البحر الصبح، هي القصص والديتيلز. الاجانب تحديدا كثير بينبسطوا فيها اكثر من العرب واكثر من السوريين، لانه اللي جايه من برا بحب انه خاصه اللي جايه على الشام بحب يحس انه في شيء خاص، في شيء مميز، في شيء عن جد خلى بيفتقدوا هي التفاصيل اللي اساسا ما انا موجوده عندهم، هيك كثير بينبسطوا فيها. ممكن نحن كاشخاص عايشين بالشام ما نحس انه هذا شيء مميز، لانه كنا عندنا بيوت عربيه وكنا عندنا بيوت قديمه،
فما منقدر هاي النعمة أو ما منشوف قديش هي شيء كتير عظيم وكتير صح. حلو بينما اللي جايين من برا كتير بنبسط بهاي القصص. طب بما أنا عم تحكي لي عن سياحة حكي لي عن إقبال العالم، مين هنن أكثر السياح يلي بيجوا لهون؟ هل هنن الأشخاص السوريين يلي من غير المحافظات أم الأجانب أم حتى أشقائنا العرب؟ في مشاركة من كل القصص اللي عديت فيها، في ممكن مثلاً عرب، في أجانب، في ممكن سوريين بس من محافظات تانية بيحبوا إنه يجوا يعدوا بهيك أوتيلات. في شغلة كمان إنه بتميز الأوتيل عنا حكم إنه في مثلاً عنا الحمام التركي اللي هو نفسه حمام السوق بس نحن موفرينه بقلب الأوتيل، يعني ممكن في أشخاص سواء كانوا مقيمين بالأوتيل أو جايين من برا بيقدروا يستفيدوا من هالقصة. من هاي الخدمة في عنا قاعتين كنت عم تخبريني ملاك؟ تمام، في عنا قاعة دمسكو، في عنا قاعة جورلاك. قاعة دمسكو هي القاعة اللي بيكون فيها البريكفاست الصبح للنزلاء الموجودين بالأوتيل. البريكفاست اللي بنقدمه هو البريكفاست الشرقي. بالنسبة لقاعة جورلاك، هو جورلاك هي اسم من أسماء الشام القديمة، سمينا القاعة على اسمها، بعده ديزاينها قديم كلاس بس بعده على القديم على الطابع القديم. هدول القاعتين نقدر نستفيد منهم كميتينج روم، ممكن إذا أجا حدا مثلاً من البزنس مان خلينا نقول، أو يعني أشخاص بيقدروا مثلاً يستفيدوا منها كقاعة اجتماعات كمان، ممكن كقاعة مثلاً ببعض المرات يستفاد منها كصالون لجاهة طلعة عروس كمان. إحنا عنا أحياناً بصير عنا طلعة عروس هون، ف هاي التفاصيل يعني مثل صالون بيت شامي قديم. بيت زمان حافظ على تراث دمشق ونسيج المعماري بمستوى عالي وخدمات مميزة، واستقبل العديد من الشخصيات الفنية والسياسية والثقافية مشهورة عربياً وعالمياً، وساعد بخلق أنواع جديدة من السياحة. جولة مع المشاهدين لحتى نعرفهم على أقسام بيت زمان، بس بدياك تخبريني قبل قصة هاي الشجرة. هاي الشجرة اسمها شجرة نارنج، معروفة إنه هي شجرة كانت موجودة بكل بيت شامي، فنحن حافظنا عليها خليناها هون. معروف عن هاي الشجرة إنه نارنج أكيد نوع من أنواع الحمضيات. شكراً. فنحن عادة النارنج اللي يطلع بالشجرة ناخده بنعمل منه مربى النارنج. طبعاً هذا المربى معروف معقود بيقولوا له. صناعة يدوية منعبيه بأطراميزات صغيرة وبيتقدم كسوفينير لنزلاء بيت زمان. أداء حلوة الفكرة وأداء خاصة ببيت زمان. طبعاً. إحنا كمان رح نخبر المشاهدين عن الأقسام والغرف الموجودة ببيت زمان، رح تاخذينا بجولة أكيد. تفضلي. فاميلي سويت هو عبارة عن غرفتين، عادة إذا عائلة أهل ومعهم أولادهم بفضلوا ياخذوا شيء يضلوا الأولاد قريبين عليهم، فهذا بيوفر لهم هاي الشغلة. حلوة كتير، حتى الكريدور تبع الغرفة كتير حلو. تماماً، فيو ستريت، هلأ بتشوفوا بتطلع على شارع الإشلة. واو شو حلو الفيو، طريق كله بمين هون، هي هون آخر روز ولا أحلى من هاي. تمام، والشام القديمة كلياتها مبينة معنا. تمام. طيب خلينا كمان نشوف الغرف. أكيد. خبريني أكثر عن الأقسام الموجودة بالغرف. تمام،
تفضلي. شو حلوة الغرفة؟ هاي غرفة من غرف الفاميلي سويت، بتصنف كديلوكس توين، ديلوكس دبل سوري. لاحظي بعدها كل الأورينتال فرنتشور، كله ديزاين، الخزانة الموزيك إذا مثل ما لك منتبهة. حاولنا نحافظ على هاي الروح الشامية، روح البيت الشامي اللي حكيت لك عنها. هون الباثروم صح؟ تماماً. هلأ الباثروم إجباري بده يكون مودرن، لأنه أساساً من زمان ما كان في هاي القصص. حلوة كتير الغرفة. وصلنا لقاعة جولاق اللي هي من القاعات المميزة بأوتيل بيت زمان. أول شيء خبريني ليه اخترتوا هذا الاسم وشو خصوصية هاي القاعة؟ تمام. أول شيء نحن اسم جولاق هو اسم قديم للشام. تمام. فالفكرة أنه هو هذا المكان كان مكان كتير حلو بالشام، فنظراً أنه هذا مكان كمان كتير حلو مميز بالأوتيل فاخترنا على هذا الاسم. طبعاً هي القاعة مثل ما لاحظتي السقف بعده على الديزاين القديم، هذا بيرجع ل فينا نقول منتصف القرن ال16. كله هذا مرسوم بالإيد، شيء قديم وضلينا محافظين عليه لهلا. ما حدا الترميم ما اندقر هو نفسه، لا لأنه أساساً ما نو متأذي إذا لاحظتي، يعني ما نو ما في ما بده ما نو بحاجة ترميم، حافظنا عليه مثل ما هو. حتى كل الديزاين لاحظي بالقاعة، سواء الموزيك، النحاس، يعني حتى الفرش بعده على الفرش الشرقي الشامي القديم. ف حتى كنت عم شوف انه الاكسسوارات يعني موجوده بالقاعه، من الاله الكاتبه للتليفون لطاوله الشطرنج وطاوله الزهر، كلياتها هي فعلا انتيكة وقديمه. اكيد بعدها اخذه مثل كانه كانت غرفه استقبال ضيوف، خلينا نقول من زمان بالبيوت الشامية يعني. مثل ما كنت عم تخبريني برا ملك انه بهي القاعة بصير اجتماعات لرجال الاعمال، وبالاضافة انه هي القاعة ممكن تكون لطلبة العروس، شو هي النشاطات الثانية اللي ممكن يعملوها الاشخاص او النزلاء الموجودين بالاوتيل ضمن هي القاعة؟ هلا ما شرط يكونوا رجال اعمال، ممكن اي حدا نزلاء حبوا يقعدوا بمكان هادي، ربما عندهم ميتينج مع حدا، خاصة مثلا اذا اجانب، ربما حابين يقعدوا يرتاحوا مثلا، نحن ممكن نستقبلهم بهي القاعة، ما انا بس انه مخصصه لرجال الاعمال. بالنسبه لطلعه العروس، نحن طلعه العروس عاده بتكون برا، هلا صارت الموضه دارجه بدل ما تطلع من بيتها بتطلع من اوتيل بحكم انه بعده بيت شامي، فكانها طالعه من بيتها. فاحيانا ممكن بيطلبوا منا انه بدهم مكان لتجي جاها تطلب العروس، هي كمان من العادات الشاميه، فهون بيكون مكان كثير سبيشل ومميز وحلو لهيك. فعلا فكره كثير حلوه. تماما. هذا هون حمام التركي مثل ما عليكم ملاحظة، هذا هون بنسميه البنجاني، جوا الجواني هون بيقعدوا صبايا، ممكن يعملوا حمام عروس او ممكن صبايا بس هيك حابين جايين يتحمموا هيك قصص، ممكن يشربوا شاي، يغنوا، يهيصوا، هاي القصص. لاحظي حتى المناشف البشاكير كلها بعدها الديزاين القديم. صح. يلبسوا أباقيب كمان، أباقيب بعدها موجودة. هون حاولنا شوي نكسر من الشيء القديم، انه في شيء اسمه مساج بينعمل مثلا في التكييس، هاي القصص الشغلات، هو بيشبه حمام السوق بس ضمن الاوتيل. هي ميزه كمان ميزات بيت زمان، بدل ما يطلعوا لحمام السوق كمان يتحمموا هون. ما شرط طبعا يكونوا نزلاء بالاوتيل، اي حدا بيجي من برا بيقدر يستفيد من حمام بيت زمان طبعا.
يعتبر حمام السوق واحد من الطقوس القديمة بمدينة دمشق، وكان الناس سابقاً بيستخدموا حمام السوق نظراً للعدد الكبير لأفراد العائلة. وبيت زمان حافظ على هالعادة الدمشقية القديمة لحتى يستمتعوا ضيوفه ونزلائه بأوقات حلوة ومميزة ويحصلوا على الاسترخاء والاستجمام، بالإضافة للخدمات الثانية المرافقة للحمام مثل المساج والساونا وطبق المجدر الشهي. بيت زمان حافظ على تراث دمشق بنسيج المعماري بمستوى عالي وخدمات مميزة، وبسبب موقع متوسط للسوق القديم بين العديد من الأماكن التاريخية والدينية المختلفة سهل عملية وشراء الهدايا التذكارية التقليدية والأشياء الحديثة.